أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تنصحون بإقامة رحلات للطلاب إلى المقابر لعلهم أن يتأثروا بذلك؟ لا، لا ننصح بهذا، بل كل يزور المقبرة على حدة، أما يتكون جماعات هذا لا، هذا يتطور إلى ما لا تحمد عقبه، ويمكن يتطور إلى شد الرحال والسفر للقبور على السيارات. القريبة ما تحتاج سيارة يا أخي، تروح وتشوفها أنت ولا معك صاحبك، ما تحتاج. أما كود لازم سيارة، هذا سفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.